السلام عليكم. طبعا في الفيديو السابق تعلمنا عن معنى الـ Array وكيف نحل مسائل الـ Array. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نتعرف كيف نكتب الـ Array لكن يظهر عندنا فقط في الـ Output في الشاشة السوداء اللي تظهر في النهاية. لكن في البداية احنا ما راح نحدد الـ Array وش انواعها، يعني الارقام اللي فيها. الحين قلنا write a C++ program to input 10 integers number and display them as output. فيكون نفس الشيء، عندنا 10 انتيجر نمبر نستخدم فيه اي ان تي طبعا، وباغينا نظهرهم وين؟ في الاوتبوت. الحين نروح نحل هذا السؤال. طبعا مثل ما قلنا سابقا الاشياء هذه ما تتغير، فقط اللي يتغير اللي داخل القوسين هذول. الحين نحن على طول نبدا ويش؟ في البدايه بالانت. راح نوضح وش هو الانت. طبعا ليش قلنا الانت هني؟ لان انتيجر نمبر مثل ما قلنا سابقا. اول شيء راح نوضح احنا بنشتغل باغين عندنا الاري وعندنا ويش وعندنا الاي. الاري عباره عن الارقام اللي راح نستخدمهم، احنا بنرمز على الاري اللي هو ARR والقوس ماله اللي هو هذا، بالاضافه عندنا الاي. الاي عباره عن ويش؟ الاي عباره مثل ما قلنا عن ستارت بوينت والاند بوينت. دائما في الاري لازم نظهر وش اللي هو الاي، نعرف الجهاز على الاي. طبعا نقدر احنا نغير الرمز، ما نسوي اي، نسوي اكس، نسوي في، نسوي اي شيء، لكن تحت لازم نمشي على نفس الطريقه. نكتب السي اوت. طبعا قلنا دائما السي اوت بهذا الشكل يكون كوتيشن مارك. راح نكتب مثلا في السي اوت انتر، لان في السي اوت نحن قبل ان يظهر عندنا اللي هو الاليمنتس بنروح نقول انه ايش دخلت الاليمنتس، انتر فاليو فور اري. انتهينا من موضحين هذا الشيء، نروح وننتقل ونغلق السطر. ENDL نسوي الفاصلة مضبوطة. ننتقل للي بعده ونكتب ويش اللي هو الفور. فور طبعا قلنا في الفور. الحين نبدأ بالتوضيح. عندنا اول شيء نقول في الفور دائما ستارت بوينت اللي هي الاي، من وين راح تبدا الاي؟ وش تساوي؟ صفر. احنا قلنا صفر معناته اول واحد من الاليمنتس. نسوي فاصله منقوطه وما ننسى بعدين نوضح ان الاي وين تنتهي. الاي بتكون less than ويش 10، حابين 10 انتجر نمبر صح؟ فمعناته من الصفر لين العشرة، معناته من الصفر لين اخر شيء 9 يكون عندنا، لان 10 ما محسوبه less than. ممتاز. الحين نقول ان حابين نحسب هذا الشيء، نريده يزاد كل مره واحد، معناته نسوي اي بلس بلس يعني 4. انتهينا الحين من الفور ووضحنا كل شيء فيها صح. الحين ننتقل. طبعا يفضل دائما يعني لما نكتب الفور نسوي اللي هو هذا القوس، كأننا نفتح قوس جديد حال اللي هو مسألة جديدة او المين جديد، مين فانكشن جديد، ونكتب ما بين هذا القوسين اللي هو السي اوت. وش بغينا نوضح فيه؟ نقول input the value element قبل أول شيء سجلنا ويش الـ value for array. الحين input the value of element، الحين بنشرحه لما تطلع الشاشة السوداء بنشرحه بالتفصيل. اوكي سجلنا هذا الشيء، والحين قبل لا نغلق بنحدد هني ونكتب ويش؟ نكتب اللي هو i plus 1. طبعا الكل راح يسألني ليش انا استخدمت هني i plus 1؟ i plus 1 عبارة نحن قلنا الحين input value of element، نحن طبعا هني حددنا انه ويش بيكون؟ 10 element صح؟ بيكون element 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 element، لكن هني نحن الجهاز اذا بدون هذا الشيء بيظهر عندنا 10 element بس بدون ترقيم. هني كان يحدد لنا element 1 element 2 element 3 ونحن رايحين لين انتين، الزيادة تكون بواحد كل مرة 2 3 4 ونحن طالعين. حلو. نقول لنحو والله باغين في element بيظهر عندنا اللي هو ايش
اللي هي الفاصل الكوتيشن الفاصل النقطتين هذيلا من بعد الاليمنت. وضحنا عليه. الحين راح نغلق هذا الشيء بالفاصل المنقوطة وننتقل على طول على ويش اللي هو السي ان. سي ان وكنا نغلق دائما وكنا السي اوت كذا. السي ان الجهة المعاكسة نكتب اللي هو اي ار ار ونحدد على الاي بالضبط اللي هو الاي فاصلة منقوطة. طبعا هنا حددنا على الاي عشان يظهر بالتفصيل حال واحد واحد منهم. نحن الحين خلصنا من ايش السي اوت الاول. نحن طبعا فتحنا هني القوسين حال فور هذا. الحين دائما خلصنا من هذا السي اوت نروح وننتقل للي بعده. نكتب السي اوت لل elements value array. الحين دام ان كتبنا هذا الشيء ننتقل على طول نغلق هذا السطر بال endl فاصلة منقوطة. ننتقل الحين ل for اضافي واللي هو عبارة عن ويش. هني نحن نوضح المسألة بالضبط. راح نكتب for نفتح قوس i تساوي ويش تساوي صفر فاصلة منقوطة. بنكتب اللي هي مثل ما كتبنا قبل i اكبر من ويش او اصغر من 10 واخر شيء بنحدد ان الزيادة تكون بنسبة كم. الزيادة راح تكون بنسبة 1. هاي هنا i++. والحين مثل ما سوينا فوق طبعا بعد الفور راح نفتح اللي هو هذا القوس ونكتب ما داخل القوس اللي هو cout arr اللي هو الi اللي فوق سوينا بينهم i وراح نغلق هذا القوس. لكن بنسوي نحن اللي هو تاب. ليش؟ لأن ما بين element و element بتكون مسافة طويلة. نسوي بينهم اللي هي بغينا نسوي التاب اللي هي مسافة طويلة وش قلنا سلاش t ونغلق السطر. شيك element 1 2 3 4 نحن طالعين راح يظهر عندنا بهذه الطريقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نحن رايحين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طبعا هذه press any key to continue. جيتنا هنا نفس السطر بغيناها في سطر اضافي ما عنده مشكلة نقدر نسويها في سطر اضافي. فقط نضيف بعد هذا الكلام ويش اللي هي نهاية الجملة see out عشان يفتح لنا سطر جديد endl واللي هي الفاصل المنقوطة. الحين لما نروح نسوي نفس الشيء راح يكون عندنا ويش النقطة هذيك البوينت هذيك في سطر نفسها بهذه الطريقة. أتمنى الفيديو واضح وأي استفسار عندكم في هذا الفيديو أتمنى تفيدوني في التعليقات.